كان هذه الوقفه هذه كان يعني كنتواجدونا حدا البلديه، لاننا احنا منذ اواخر 2011 وحنا كنعيشوا الويلات وكنعيشوا التشرد، لان علاش حنا مشينا بنينا على مرأة ومسمع الجميع ومرأة السلطة وكل شيء، ومشينا وبنينا وجاو ريبوا لينا، ومع ذلك انخرطنا في العملية اللي طالبت بها الولاية، انخرطنا فيها بأننا ندفعوا الشكاية وبأننا يعني إلا بغينا نمتلكوا السكن ديالنا خصنا نمتلكوا الشروط ديالهم، يعني امتثلنا لهم ودفعنا وخذينا الوصل. ومنذ ذلك العهد وحنا يعني كنعيشوا غير الوعود كاذبة، بمعنى أن الولاية ديما كتوعدنا بشي وعود وفي الاخر كتخرج لك الوعود كاذبه بهذا المعنى. يعني كيقول لك السيد كاتب العام ممثل السيد الوالي بانه الملف ديالنا وصل انه 90%، ولذلك احنا وقفنا عامين ونص اللي وقفنا ما درنا لا احتجاج لا والو، احترمنا الولايه، وفي الاخر كيرجع ذاك الوعود يعني ذاك 90% كلها مشات هباء منثورا غير كذوب، يعني منذ ذلك الوقت وحنا كنعيشوا الكذوب بهذا المعنى. حنا كنطالبوا صاحب الجلاله انه يدخل لنا في هذا المشكل، لان هاد الممثلين وهاد المسؤولين انهم كيكذبوا علينا وكيمشيو بحالهم. حنا ما بغيناش اللي يجي يكذب علينا، بغينا حنا اللي يجي مثل صاحب الجلاله كالسيد الوالي انه يقوم بالمهام ديالو الصحيحه، ما يتفلاش علينا وعلى هاد الناس ويخلي الناس انهم كيعيشوا التشرد وكيعيشوا الويلات. وشوف المعيشه دابا فين وصلت، راه هاد الشيء عيب وحرام عليهم، حشومه عليهم، الناس مساكن مكرفصين. ودابا لحد الان ما كنجيو نغوتو نخرجوا حلقنا، علاش كنغوتو؟ كنغوتو على حقنا، انهم وعدونا عطيونا ديالنا عطيونا ديالنا، وهاد البلديه براسهم جلسنا معاهم مرارا وتكرارا، وعدونا انهم غادي يفكوا لنا المشكل، ولكن غير هضره، ما بغيناش حنا غير الهضره، بغينا ان المشكل يتفك من الجذور ديالو، هاد الناس ياخذوا السكن ديالهم ياخذوا ارضهم، لانهم كيتسالوا حقي ياخذوه. حنا من الناس ديال المتضررين ديال 2011، ريبوا لنا ديورنا في 2011 21 في الشهر 12 2011، من حنا ان كانوا من هاد المسؤولين من 2011 عندنا قرار ولائي الرقم 98 باش انه هو يعودوا لنا داكشي اللي هدمونا في 2011. قالوا لنا غادي تمشيو ديروا الشكايه للوكيل الملك وتجيبوا شهاده التملك الناس اللي ما عندو السكن لطوال الشروط، حنا راه غادي نعود لكم داكشي اللي خسرنا اللي خسرتو، غادي نعطي لكم البقعه الارضيه. من 2011 الى 2023 هاد الناس راه غا كيديونا ويجيبونا، حتى حاجه ما كايناش، غير الكذوبات غير الكذوبات، كيدي واحد كيعطي كل اخر. كاين بعض الاسئله من وزاره السلطه ومن الجماعه كيقولوا ودي حنا غادي نتعاونوا معكم باش نوصلوا الحل، ولكن الحل ما كاينش غير الهضره، كتمشي معاه كتمشي عندهم كتريح معاهم في الاجتماعات، ما كيعطيوك حتى شي حاجه باش يعطيوك شي حاجه باش تمشي انت عم داكشي اللي دا عليك. وحنا راه الناس فقراء، ما عندنا سكن، ما عندنا خدمه، ما عندنا ما غير الله سبحانه وتعالى. حنا كنجدوا جلاله الملك حفظه الله الى كيسمعنا في هذا المنبر كنجدوا التعاون معنا في هذا المشكل. نحن الناس الفقراء، الناس راه ما عندهمش، راه كنت ما عندناش حنا من 2011 عيب الله، حنا في الشارع الى 2023 حتى حل ما كاين. هذا راه عيب وعار لهاد المسؤولين، هاد الناس المنتخبين والناس ديال رجال السلطه باش يخليونا حنا نعانوا عيب الله. واش حنا ما عندنا شغل باش نجيو حنا نجيو نوقفوا حنا في قدام البلديه مره في العماله ما كاين حتى واحد يعطينا حتى شي حاجه باش نوصلوا الحل؟ هذا راه ماشي معقول، هذا راه حقنا، الا كان حقنا يجي يقولوها لنا، يقول لك اودي كتستاهل حقنا، إلا ما كاينش الحل يقولوها لنا ودي يقول لك ما كتسالوا والو، ماشي حنا كيديونا سير المحكمة سير العمالة سير البلدية سير الناس بيدو حتى حل ما كاينش، هذا ماشي معقول. حنا وليدي من 2011 مري جبل لنا في أي تاويل وما عطاوناش، من 2011 حنا كنعانوا، حنا عكاريين دركا ونعا الجالة مرا الجالة عندي الوليدات عكارية، شحال من عام وحنا عكاريين، من اللي جبوا لنا حنا عكاريين دركا وليدي، بغينا يديروا معنا شي حل، والله ينصر سيدنا وعاش الملك. الله ينصر سيدنا، الله يخليه لينا، والله يخلي لينا، الله يخليكم تتوما، والله يسهل عليكم. لما هاد الناس راه من 2011 ما داروا معنا والو، حنا راه كنعانوا من 2011 شحال، راه بلا والي راه 1000 وما يزيد عليها، راه الناس متسردين. حنا عكاريين من ذاك الوقت، كنا كاريين ودابا رجعنا ثاني غلا، من طلقنا البيوت على الخاص عندنا ودابا كرينا بالغلا وليدي.
وما كاين عوين، اللي عطى الله هذا. انا كنعمر عفله في راي، كندير داك الشيء ديال القديم، واللي عطى الله وليدي هو هذا. كيفاش خديتو في ديك البلاصه فاش بنيتو فيها؟ كيفاش خديتو البقعات؟ خدينا شرينا من عند هذاك السيد تما اللي ساكن تما، يا كيبيع. وحنا ملي قتلنا الكرا وداك الشيء مشينا وليدي شرينا، حتى حنا بحال الناس. شريت انا 42 متر. ايوا من داك عاونوني ع والديا، دابا راه مات والديا، عاوني با عطاني واحد 100 وجمعت شي داك وشريت تمايا. يلاه دورت الساس كنا كنبنيو، حتى واحد ملي كنا كنبنيو شحال، وحنا نبنيو شحال، وحنا نحفروا الساس كيجيو يصوروا فينا، ما قالوا لنا حتى حاجه. تبنينا عاد جاو تبنينا عاد يجيبوا لنا وليدي. دورنا داك الشيء، انا دورت عادك ما عديتش، قلت مع ندور ونحيد عمل الكرا. يوم من 2011 وليدي وحنا بغينا جلاله الملك يوقف على هذا الشيء. خدينا 50 متر، ملي خديناها بالكريدي، جمعنا وتسلفنا وخدينا داك الشيء بالكريدي. وملي كنا تنبنيو حتى شي واحد ما جا عندنا، حتى طلعناها وجاو ريبوا لنا داك الشيء. ودابا حتى شي واحد ما هضر معانا، حتى حقنا ضاع. جالسين متشردين، انا جالسه كاريه 30 متر وعندي ثلاثه الاولاد، كي غنديروا تنعيشوا؟ عايشين في التشرد من 2011، وحنايا كان الشتاء علينا والبرد علينا، وحنا هنا قدام العماله، من اللي قدام العماله نجيو هنا قدام الجماعه، حتى شي واحد ما مسوق لينا، حتى شي واحد ما عطانا حقنا. وحنا كنطلبوا من جلاله الملك يشوف فينا، راه حنا الالاف ديال عباد الله جالسين متشردين، حقنا ضاع، وحتى شي واحد ما شاف فينا، حتى شي واحد ما سول علينا. رئيس المجلس يشوف معنا يدير لنا حل في هذا الشيء. حنا راه من 2011 حنا كندورو متشردين، راه بقينا كنردو في الكريديات حتى لدابا. تسلفنا من عند المخزن، تسلفنا من القرعات، وبقينا جالسين متشردين الى يومنا هذا. شوف من 2011 حتى لدابا راه شحال هذا، راه 12 عام هادي، وحنا كندورو حتى شي حل ما داروه لينا. كنطلبوا من سيدنا يشوف فينا، والله ينصر الملك، وعاش جلاله الملك، يشوف فينا الملك، الله ينصره والله يحفظه والله يخلي ليه وليداته.